موجز أهم الأنباء من العربية، أهلا بكم. العربية تحصل على صور قادة داعش الذين قتلوا خلال العملية العسكرية للقوات العراقية في صحراء الأنبار، بينهم أبو علي التونسي المطلوب أمريكيا. موقع أكسيوس الأمريكي يكشف أن العملية الإسرائيلية التي نفذت في مدينة مصياف بمحافظة حماة وسط سوريا كانت ضد منشأة إيرانية تحت الأرض لصناعة الصواريخ، وطهران تنفي. في تصريحات للعربية، مصدر في حماس يكشف أن الحركة لم تتلقى أي عرض من إسرائيل يتعلق بتوفير ممر آمن للسنوار والمقربين منه مقابل صفقة التبادل. المصدر أشار إلى أن هذا المقترح ليس معقولاً وغير مقبول. روسيا تطرد 6 دبلوماسيين بريطانيين بتهمة التجسس والتخريب، وصحيفة الجارديان تفيد أن أمريكا وبريطانيا اتفقتا على السماح لأوكرانيا بضرب أهداف عسكرية داخل روسيا بصواريخ ستورم شادو البالغ مداها 190 ميلاً. كوريا الشمالية تنشر لأول مرة صوراً لمنشأة لتخصيب اليورانيوم من دون تحديد مكانها، وزعيمها يتعهد بمضاعفة الجهود لجعل قوة بلاده النووية جاهزة للتصدي لأي تهديد وشيك. السلطات الفيدرالية الأمريكية تستعد لتقديم اتهامات جنائية في غضون أيام ضد إيران تتعلق بهجوم واختراق للحملة الرئاسية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب. حملة المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس تعلن جمع أكثر من 47 مليون دولار خلال 24 ساعة التي أعقبت المناظرة مع نظيرها الأمريكي دونالد ترامب.